في البداية، في أي إطار ترى عملية الاعتداء على الأستاذ جمال عيد للمرة الثانية خلال ربما أشهر بسيطة جدا؟ هو تكريس لحالة البلطجة اللي موجودة في مصر، تكريس لحالة الإجرام اللي موجودة. حتى الراجل اللي كان بيطالب يعني مش بانقلاب عسكري، كان طالب بتدخل الجيش، بينتقد من الجميع. اي حد ينتقد اجرام، ينتقد حقوق الانسان، التهكات اللي بتحصل في السجون او في الشوارع كل مكان في مصر، بينكلوا بيه ويبرد، زي ما حصل مع جمال عيد وزي ما غيره في السجون. يعني بصراحه اجرام فوق الوصف اللي بتعمله داخليه عبد الفتاح السيسي. ما فيش اي حساب، ما فيش اي رقابه، ما فيش اي حد بيقول لهم كفايه اجرام. ما فيش دوله محترمه بيضغطوا بشكل كفايه، لانه عبد الفتاح السيسي بيحاول يقتل الجميع زي ما قلت لحضرتك قبل كده. نعم. يرشي كل الدول الكبيره عشان تغض الطرف عن الاجرام.